طيب ما بدي افهم شو قصة البندورة هاليومين يا جماعة؟ العم على الحالة، صرنا خسرانين فيها بلاوي زرقاء، وبعدين يعني اللي ربحته الشركة من الكوسة والخيار والبصل والنعنع والهندبي حطيناها على البندورة. المشكلة يا أستاذ إنه نحن دائما بهيك مواسم عم نتعرض لهزات. مزبوط مثل ما قال الأستاذ حسان، يعني كل الناس بتربح بالمواسم إلا نحن. بموسم البطيخ خسرنا حوالي 1,000,000 ليرة، وبموسم الخس 700,000 ليرة، حتى بموسم المكدوس خسرنا المبلغ المرقوم بالباذنجان والفليفلة الحمراء. إيه بس ما بصير هيك يا أخي، ما بصير منهم. شو الحكي هذا؟ شو رأيك أخي حسان؟ أمرونا أستاذ. باعتبارك رئيس قسم البيع، شو رأيك بهالشي؟ يعني المسألة واضحة. أنا برأيي المسألة واضحة كتير، لأنه نحن عم نستجر كميات أكبر بكتير من حجم التصريف. طيب يا أستاذ حسان، ليش لحتى نحن نستجر هيك كميات؟ ليش ما مندرس حاجة السوق؟ مو بإيدنا يا مفيدة. بناءً على التعميم اللي إجانا من لجنة المنتجين، عم نضطر نشتري جزء كبير من المواسم بسعر مقبول. يعني نحن أولاً وأخيراً دولة يا مفيدة، يعني لازم نحافظ على جهد الفلاح. المهم هلأ قديش في عنا كاسات بالبندورة؟ أستاذ في عنا حوالي 1,500 صندوق، ولما إجينا نسلمه للتخزين الست مفيدة رفضت. أوف، وليش رفضتي تستلميه ست مفيدة؟ طبعاً بدي أرفض، لأنه بوحدات التخزين عندي ما ضل محل تحط رجلك أستاذ، كله كومبلي. الحق معك، مشكلة فعلاً. أستاذ المشكلة كلها بتنحل لو كان عنا شوية مرونة بالتسعير. يعني ببساطة لو نزلنا سعر البندورة شوي كنا من تاني يوم نفقنا البضاعة كلها، ويا دار ما دخلك شر. معقول يلي عم تحكيه أستاذ؟ ليش وين الغلط باللي حكيته؟ كيف بدنا ننزل السعر ونحن أصلاً عم نشتري بالغالي؟ فعلاً فعلاً شغلة اتحاد هالمنتجين مصيبة. يعني إذا اشترينا مثل ما بدهم منخسر، وإذا ما اشترينا بيحملونا مسؤولية الفلاح ودبرها إذا بتتدبر. والله نحن بالذات مو متحملين هيك خسارة بنو. طيب شو رأيكم نتصل بمدير معمل رب البندورة؟ بركي منبيعه هالكمية اللي عنا. رحت لعنده أستاذ وعرضت عليه الكمية بنص السعر بس رفض. أوف، وليش لحتى يرفض بقى؟ قال عنده بندورة بتكفيه شهرين. طيب نحن ليش ما منصدرها لبرا؟ إيه أنا طلع على لساني شعر قد ما يعني حكيت وسألت بهذا الموضوع، بس ما في حدا عم يجاوبني. ليه؟ يا ستي أنا رح أجاوبك. التصدير إله لتة طويلة عريضة، فرز كل ليمونة وأختها، كل بندوراية ورفيقتها، وغسيل بالمطهرات، وصناديق ستيريوبور، وشاحنات مبردة. إيه ما بتوفي معنا، ما بتوفي منوب، منحط بقى رجحي بعدين. طيب ليش ما منصدرها مثل ما هي؟ منعبيها بالسحاحير ومنسفرها؟ ما بتزبط معنا، لأنه رح تعفن على الطريق وتعسقل، يا أما رح يرفضوا يستلموها برا، لأنه بصراحة الأسواق المنافسة كتيرة. أصبح أنا برأيي نعمل محضر إتلاف ونتلف كل الكمية اللي عنا. يعني معقولة نتلف 1,500 صندوق دفعة واحدة؟ تقيلة كتير، مو معقولة منوب. أستاذ الله وكيلك ما في غير الحل، لأنه بكرة هاي البندورة رح تعفن وتطلع ريحتها. بقى معقولة يفوت المواطن اللي يشتري خضرة وبتطلع ريحة عفونة بوشه؟ طيب هال 1,500 صندوق ما بيتنقى منهم 100 أو 200 صندوق؟ والله فكرة معقولة. شو رأيك أستاذ حسان؟ ممكن. أصبح الله يرضى عليك، شغل لي كل الموظفين والموظفات بفرز البندورة، وشو بيطلع منا يا أخي؟ منيح نعمة كريم، والباقي عملوا له محضر تلاف وتلفوه. بس يا جماعة اللي بدنا نوفرهم بهالمئة صندوق بدنا نحطهم أجور إضافية للعمال اللي رح تشتغل بالفرز. معلش يا أستاذ عمار، معلش، ما في ضرورة تصرفوا له مصاري. عطوا كل عامل صندوق أو صندوقين بندورة وصلى الله وبارك. في شي تاني؟ هاي مشكلة البندورة انحلت والحمد لله.